السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب كأني صلاح المجتمع وحاينو كدل استهجني وفرقاني تضبية طبنات فرقية تضبية طبنات ويه وحن كدل سان حديث كو إيو سديتا الحديث والحادي والثمانون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وكنت المامية كود مقعدة برا اللي يراه ذوب معنا برا وبار نمدي مركز النبي وحا لوجيري فقيل تزكي نفسها نفتي هذا يطهر عيسى مركز النبي بدل فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. محايا الكلمة ده برا أيام مركز وتطهير النفس هذا بعمل مركا النبي هو بدل ما قاعد نوع سو كلا إن لبدل أي حديث كنا تسيني هذا قول لنا مركا الحديث الحادي والثمانون حديث ككو يسديت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن زينب كان اسمها مقعد وحوها برة أيوها فقيل مركا سوحا اللي يلي تزكي وحي ظهر إيسا نفسها نفت هذا ويرق برة من البر وكيمد وناك يمعنها ظهارة فسمها وحزينب بكم فسمها وحنبي أم قعب حيي وكم قعب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زينب زينب رواه البخاري مسلم مرق ما قعد هذا نوع عز وكلام موجين إلا بدلا يا لقى قاعدا ما قعد هذا كلا إمارة يدنا سيد جولد إيه الليبان إيه ما قعد هذا نوع عز وكلا إني إلا سك بدلا وأنا أحسن وأي صوت حديث أنا بواحد المانتي قف كي هذا أو كلي ما هبل هذا هلك المشي وقت مايا ما يدل لان في يا يعني نبي مركا حديث غارقوت الماميان يليبان يقوليد يوم مركا أثم معناها هاي بالهلك متشوا قوليد أثم ليبان هلك متشوا ما يدل سام مركا يدل مقع هذا سوق لأن بدلاء هلك سوق جلس. الحديث الثاني والثمانون حديث كسديت يا الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا كان جنح الليل هبين كجرب كيس مركو يمادو وقرآن مركو يصير عيسى جنح أو أمسى أمسيتم روا شكي أو أمسى ما جنح الليل بيرمس أو أمسيتم آت قلبي ستان فكفوا علي أو ريبا سبيانكم عرورتين يوبتكينا قريها كو علي سببتي علاد النبي واشيغي فإن الشيطان شيطانكو ينتشر حينئذ وقت قاسو شيطانكو فافا حلقة قرحة يسيد عيسو أما قلبنا ماذا قبل كسيد عيو قرحة أي بال كسيد اكتو أيا مركا شيطان كو مركا فافا يا ابو النبي قولي عرور ترهيب وقريها كو علي مركا سو نبو هدنو فساعو علي فإذا ذهب ساعة من الليل هبينك وقت كميدا مركو تقو مركا قرحة دعوذة وقت كميدا فخلوهم سيدا يا عرورتي مركا ومركا هبحان مركا سو نبو أسباب هدنو عكشيك وأغلقوا واحد حيرتان الباب الباب هذا حده مركز عنيسان واذكروا حس مركز حده عنيسان الباب هذا اسم الله مقع الله سببتي بو نبي الشيخ يسال لو سميني فإن الشيطان لا يفتح مفرو بابا الباب مغلقا الله حري تاوى تكوب هذا نبي قد تلمامي طلبات نبي قد تلمامي عوي وعوكيو واحد دبوشان ودأفحدان قربكم سبرار ردينا قرب كينا أشومادي يا سبرار ردي يا وحي الله مدوردن يادانا أفحروا نبي عليه الصلاة والسلام يري واذكر اسم الله مروا البمقع علانا حسا وخمروا واحد دبوشان آنيتكم ويلشينانا الدبول أبو النبول ومركي لسيسة عني هبينكي وخمروا دبول آنيتكم ويلشينا واذكروا حسما حسا بسم الله وبسم الله مركي انتهت الآن ويلش الدبولة هدي دبول لو واي نبي وشيغ وحوري ولو هدي دبول لو واي ولو هبا النقوتو أن تعرضوا إنا تكو قدبتان عليها ويلكي كوركيسا شيئا شيئا إنا تكو قدبتانو شيء مارتي دير أساء قدبتان ويلك وأطفئوا واحد دمسان مصابحكم فينوسيه إنا إسكاد دمية مصابيح دي سراجي فينوسيه الله يركي وكالي كوانا إسكاد دمية ومدينة أيا قوري مركا وجيركو قبي مرك حديث مرك ساس ونبع عليه السلام ورواه البخاري ومسلم هذا نقول لنا مرك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
قال جابر وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحر إذا كان جنح الليل هبين كقرب كيسي مركو يمادو وقرعد ويسيدعي أو أمسيتم أباد قلب ويستان فكفوا رهب سبيانكم عن روتينا فإن الشيطان شيطان كا ينتشر حينئذ وقت كا شيطان كا فافا شيطان كا مرك دردري عن روت فإن ذهب هدوت وساعة ساعد أي تبت من الليل هبين كقرعد دعضي فخلوهم سيداي عن روتا وأغلقوا حرى الألباب الباب حدا مركز سعاني سان واذكروا حسم اسم الله ما قال فإن الشيطان الشيطان لا يفتح مفر بابا الباب مغلقا أو حرا وأوكأوا إذ أفحر قربكم سبرار دينا إياشونا ديننا أفحر أما أفضبول واذكروا حسم اسم الله ما قال وخمروا دبول آنيتكم ولشين هذه الدبول وهذا قدية واذكروا حسم اسم الله ما قال هذا دبول ويدان ولو هدي هبا نقطبا أن تعرضوا إن تكون عليها ويلش كركوذا شيئا شيئا وأطفئوا دمي مسابحكم فينوسيه إن إيانا للكي إيو معناها سراج كي يوحس ولا نسكدمي الحديث الثالث والثمانون حديث كالصدح يسداتا عن مغمر بن سويد عن مغمور بن سويد رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحر رأيت وحنرك أبو ذر صحابي رضي الله تعالى عنه جند بن الجداوي مقعسه وعليه كركي سنوحا هيد أبو ذر حلة اسكجوك نرف تشار اسكجوك وقبي وعلى غلامه أدون كي سن مثله مثل مذاك وقبو اسكجوك وقبي فسألته وان ويدي عن ذلك عرن كاسا ويدي مغرور باو حلة وحن ويدي عرن كاس أيا ويدي معرور معنى يا ويدي فذكر وحوش أبو ذر أنه أبو ذر صب إنو عاي رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته النبي فعيره إنو كعبي بأمه ويدي نكاس روح بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه يا ابنة السوداء بكير قال مرك أبو ذر وحيري فأتى الرجل ننكي وأتقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وبلال فذكر وشك ذلك أرن كائنا ويدي كعبي له رسولك وشكي فقال له النبي فقال له أبو ذر بكير النبي النبي أي أبو ذر بكير إنك أبو ذر امرؤ غفباتي فيك وحا هذا أبيك جاهلية جاهلي وحي قبيالة هاي جاهلية أي فيك هذا بوري نبي وعنا أنت نبي إنك امرؤ فيك جاهلية مول مرقاس رسولك هذا نبحك سيبادو حري إخوانكم ولا لهن خوالكم وأديك ياشن إخوانكم دتكم عنا دوما ذي نشقيني ونقول إخوانكم ولا لهن خوالكم كوا ينشقيني جعلهم الله وحي يالي تحت أيديكم هوستين أيو يالي تحت أيديكم قعمهين هوستود إلهي كاني لما ضد باهنا باهم باوكوك أنت قفك ديون باهي ذاك بحكمك جوغين برغاس رسول قلت فمن قفكان هذي أخوه ولالكي تحت يده قعنتي سوستي سويهي فليطعمه هقوذي مما يأكله حكعونيو وليكسوه هكارهد بحيو مما يلبسو حرانيو ولا تكلفوهم هنا كلفنا شغدي ويشغدي نيقبنين ما يغلبهم وحكا غالب بن قنيو كأود بدن فإن كلفتموهم بيرنبو هداد كلفتان شغا كأود بدن فأعينوهم أكالمية عليه سوى كركيس شغدا كركيس أكالمية فأعينوهم عليه على المعنى ما كلفتموه رواه البخاري ومسلم حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام يقول المامي قيبت دورا يوت المامي معروف المركة حديث كان صحابي ورنا المركة دان كلنا الحديث الثاني والثمانون عن معروف من زويد رضي الله تعالى عنه قال وحر رأيته وحن أركي أبو ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر بان أركي وعليه كركيس أبو ذر وحن حلة اسكتشوك وعلى غلامه أدون كيسين مثله من لمدة ومركو يسوي اسكتشوك تشامس وقته ووسو قدي أرنتها فسألت عن ذلك أرنتها سنوي ديب ليه فذكر وحش معناها أبو ذر أنه يسوي صبا إنه عاير رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبغة فعيره إنه كعري بأمه هو يدي يا ابنة السوداء أنت كلوي قال مركا وحو يري أبو ذر فأتى وأوي من الرجل منك أو بلال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قلت لك فذكر وحش ذلك وحن كعري له النبي وحش فقال مركا سوكيري له أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم النبي كيري إنك هذه امرؤ فيك جاهلي هذه وحاتها امرؤ شخص فيك وحاذ جاهلية وجاهلية هرئ اللي قسوه قد بي سلامك بابي
ayaa tahay bal xadiiska soomaalidu maanta u fiirsato dadka facebooka ka qayb iyo qabaa'ilada iyo waxyaabaha la sheegayay iyo kan iyo yabnatu sawdaa keliya intaasuu yihi saxaabiga radi allahu tacala canhu intiibuu marka ka qoomamaynayo xataa addoonkiisii uu maaragtay dharkuu soo xidho uu xidhayaayo xadiisku waxaa welibana marka intaa nabigu yidhi intuu seexday buu yihi afka igaga istaag markaasuu abu micnaha bilaalla wuxuu yidhi may af qur-aan lagu akhriyayo ku istaagi maayo marka halkana maanta balaaga dadka kuwa qayliya innaka mirun fiika jaahiliya buu markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ikhwaanukum walaalihiin khawalakum kuwa inii adeega weeye addoommadii jacalahum ullaahu allah yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostoodu ilaahay keenay oo baahibaa keentay faman qofkaanaadee akhuuhu walaalkii taxta yadii hoostiisa gacantiisa hoostiisa falyucimu ha ka quudiyo mimaa ya'kulu wuxuu cunayo walyaksuhu ha ka arad bixiyo mimaa yalbisu wuxuu xidhanayo abubadarina taas uu ku dhaqmay walaa tukallifuuhum ha ku kallifina bimaa yaglibuhum wax ka awood badan oo shaqaa ha ku kallifina fain kallaftumuuhum haddaad ku kallifteen faaciinuuhum u kaalmeeya calayhi calaa maa camalkaad ku kallifteen alxadiidu alraabicu wathamaanuun xadiiska afar iyo sideetan can abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu qaala abu muusa wuxuu yihi qaala rasuulullahi sal alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi thalaathun saddex lahum waxay leeyihiin ajiraani laba ajir midka koowaad rajulun nin wey min ahlilkitaabi ahli kitaab ka mid a amana rumeeyey binabiyihi nabigii loo soo diray wa amana rumeeyey bimuxamedin sal allahu alayh wasalam nabi maxamedna rumeeyey nin nabiga loo soo dirayna markii hore rumeeyey kadibna haddana nabi maxamed rumeeyey kaa laba ajir buu helayaa oo labadii nabi oo rumeeyey kalabaad waxay walcabdul mamluuku addoon la leeyahay weeye idaa addaa hadduu guto xaqa allaahi xaqa ilaahay ku waajibiyey wa xaqa mawaaliihi dadkii lahaa xaqoodana isagana laba ajir buu helay ka saddexaadna waxa weye warajulu nin oo kaanat ay ahaatay cindahu isaga agtiisa ammatun addoon fa addabahaa wuu edbiyey fa axsana wuxuu wanaajiyey ta'diibaha edbinteedii wa callamahaa wuu baray markaasuu diintii islaamka baray fa axsana wuxuu wanaajiyey tacliimahaa barashadeedii buu wanaajiyey tuma haddana kadib actaqahaa wuu xoreeyey fa tazawajahaa wuu guursaday falahu kaasina ajraani laba ajir buu leeyahay saddexdaa nabi wuxuu ku tilmaamay mid walba laba ajir inuu helayo waa nin laba nabi oo isku xigay rumeeyey nabiyaashii rumeeyey midka kalena waa nin addoon aho addoon xaqa ilaahiina gutay uu ku waajibiyey xuquuqdii ay dadkii lahaana uu rumeeyey ka kalena waa nin addoon intuu lahaa addoontii edbiyey tacliintii islaamka baray kadibna guursaday kadibna xoreeyey waa taa wey marka xadiiskana taas inu tusay alxadiisu marka xadiis 85 alxadiisu alkhaamis wathamaanuun xadiis 85 can cabdullahi bin cumar bin khadaamin radi allahu tacaala canhumaa qaala cabdullahi wuxuu yidhi qaala rasuulullahi sal alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yaquumanna axadukum qof idinka idinka mida yuusan ooga kicin rajulan qof min majlisihi meeluu fadhiyay yuusan ooga kicin tuma kadib yajlisu fiihi meesha uu fadhiiso intaad ooga kacdo meesha yuun fadhiisanin walaakin tawasacuu watafasaxuu waasiciyo kala durdurka walaakin tawasacuu waasiciyo watafasaxuu kala durdurka wa kaana ibnu cumar cabdullahi ibn cumar wuxuu ahaa idaa qaama hadduu ooga istaago lahu cabdullahi ibn cumar rajulu nin meel hadduu ooga kaco min majlisi majliskuu fadhiyey lam yajlis fiihi meeshaa gudaheeda ma fadhiisan jirin maxaa yeelay marka takabur iyo lama rabo anafi iyo marka qofku inay markaa halkaa marka ma fadhiisanayn bu leeyahy wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama haddii looga istaago lahu cabdullahi ibn cumar ooga istaago rajulu nin min majlisi majliskiyaas lam yajlis fiihi ma fadhiisan jirin rawahu lbukhaari wa muslim marka xadiisku waa taa haddaan ku soo celino marka xadiiska aan ka bilownay alxadiidu alxaadi wathamaanuun xadiiska uu 8 can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu anna zaynaba zaynab kaana ismaa wuxuu ahaa barata buu ahaa faqiila waxaa lagu yidhi nabigaa lagu yidhi tuzakii nafsaha nafteeda dahiraysaa fasamaahaa nabigu magacuu ka bedelay fasamaahaa wuxuu ku magacaabay rasuulullahi sal alayh wasalam zaynaba zaynab buu ku magacaabay rawahu lbukhaari wa muslim alxadiisu athaani wathamaanuun xadiiska 82 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري إذا كان جنح الليل حبينك قرب كيسا مركو يمادو يقول رحسو سيدا عيسا أو أمسا أمسايتما أتقال بيستان فكفوا كرهب سبيامنكم أبتكينا فقرق كرهب أبتك فإن الشيطان ينتشر في حينئذ واختك شياطين تأيا فافتا فإذا ذهب هدو تغو ساعة من الليل واختك مذا حبينك مركو تغو فخلوهم أبتكي سيدايا وأغلقوا حراء الألباب الألباب البابد حدا واذكر اسم الله مقع إلا حسا فإن الشيطان الشيطان لا يفتح مفر بابا الباب مغلقا أو حرا وأوكا أفحر قربكم
macnaha ashuumadiinna iyo sibraaradiinna wadkuruu xisma ismallaahi magaca alle, wakhamiruu daboola aaniyatikum weelashiinna wadkuruu xisa ismallaahi magaca alle, walow an tacruduu inaad ku gudubtaan calayha cala aaniya weelashii shay-an shay, waatfi'uu damiya masaabixakum faynuusihiinna iyo siraajka iyo dabkii iyo iska damiya layrarkii. Alxadiis athaalit wathamaanu, xadiiska 83 an macruurin binuswaydin qaala, wuxuu ihi saxaabigu macnaha qaala wuxuu ihi macruur qaala wuxuu ihi ra'aytu aba darin baan arkay radia allahu tacaala canhu calayhi xullatun isku joog baa korkiisa ahaatay, calayhi korkiisa waa xullatun isku joog, wacalaa gulaamihina mitluhu mid lamida, fasaltuhu waxaan weydiiyey can dalika arrinkaa isku jooga, fadakara wuxuu sheegay annahu isagu abudarin saaba inuu caayay rajula nin calaa cahdi rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam waqtigii nabiga, facayarahu inuu ku ceebeeyey biummi hooyadii, qaala markaa wuxuu yihi abudarin faata arrajulu ninkii waa u tegey waa bilaali annabiy sal allahu alayhi wasalam nabigu u tegey, fadakara waa u sheegay dalika arrinkaas lahu rasuulku u sheegay, faqaala markaasi rasuulku faqaala wuxuu ku yidhi nabigu lahu abudarin ee faqaala lahu nabiy sal allahu alayhi wasalam lahu daa abudarin ba u naqon, faqaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi lahu abudarin innaka adiga imruun qof baatay, fiika jaahiliyatun jaahil ay ku sugan tahay, ikhwaanakum walaalihin khawalakum adeegayaalshiina wey, khawalukum kuwayni adeega weeye, jacalahum allahu allah yeelay taxta aydiikum gacbihiina hoostoodu alla yeelay, faman qof kaana akhuuhu walaalkii waahday taxta yadii hoostiisa, falyucimhu ha ka quudiyo, mimaa yaakulu wuxuu cuni, walyaksuhu aka micnaha arad bixiyo, mimaa yalbasu wuu xidhanayo, walaa tukallifuuhum ha ku kallifina, bimaa yaqlibuhum wixii ka qaalib noqonaya, fain kallaftumuuhum haddaad ku kallifteen, faaciinuuhum ugu kaalmeeya calayhi camalka aad ku kallifteen. Waa khaadimada hadda maaragtay haweenka dumarku dulmi badan bay ka galaan gabdhaha khaadimaadka, rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiis araabic wathamaanuun, xadiiska 84 an abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu, an abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu qaala abu muusa wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulku wuxuu ihi talaathatun saddex lahum iyaga waxay leeyihiin ajraani laba ajar, ka koobaad waxaa weeye rajulu nin oo min ahli lkitaabi ahli kitaab ka mida, aamana wuxuu rumeeyey binabiyihi nabigii loo diray, wa aamana wuxuu rumeeyey bimuxamedin sal allahu alayhi wasalam nabi maxamed, ka labaad walcabdu way almamluuku le addoon la leeyahay, idaa addaa hadduu guto xaqa allaahi xaqii alle iyo wa xaqa mawaaliihi dadkii lahaa xaqoodii, ka saddexaadna waxaa weeye warajulun wey nin weye kaanad ahaad cindahu isaga agtiisa amatun addoon, faadabahaa markaa edbiyey, faaxsana wanaajiya taadiibahaa edbinteedii, wacallabahaa baray, faaxsana wanaajiya tacliimahaa barideeda, uma actaqaha xureeyeyo, fatazawajahaa guursaday, falahu wuxuu leeyahay ajraani laba ajir. Alxadiisu in xadiiskan ugu dambe alxadiisu alkhaamis wathamaanuun, xadiiska 85 an cabdullahi bni cumar bin khadaabin radia allahu tacaala canhumaa qaala cabdullahi wuxuu ihi qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulku wuxuu ihi laa yaquumanna yuuna uga istaagin axadukum qof idinka idin ka mid ah rajulan qof kale min majlisihi meeluu fadhiyey, tuma yajlisu uu fadhiisto fiihi majliskaas, walaakin tawasacuu waasciya majliskii, watafasaxuu kala durdurka, wa kaana ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama haddii looga kaco lahu uga kaco lahu cabdullahi ibnu cumar rajulu nin min majlisihi meeluu fadhiyey, nin hadduu uga kaco lam yajlis fiihi meeshaa gudaheeda ma fadhiisan jirin. halkaasaan ku dul istaagaynaa. wajazaakumullahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.